السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نشوف عروض ليزر وان، البلوزة وعليها بنطلون بمية جنيه، هو ده العرض بتاع النهاردة. يا اما تشتري قطعتين والتالتة هدية. البلوزة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي ب 700 جنيه، والبنطلون ب 100. طبعا ده مش سعره الحقيقي، هو بس عشان العرض. بصوا ما شاء الله الطقم جايبهولكوا جاهز اهو، شيماء ما شاء الله عليها، البنطلون ومع البلوزه مش هتحتري في الالوان. شايفين التناسق؟ والطقم اللي لابساه تحفه جدا ما شاء الله، حلو قوي اهو زي ما انتوا شايفين كده. يعني هتجيبي الطقم ب 800 جنيه. انا بقى كل اخر صيف بروح اشتري من عندهم واشيله في دولابي للصيف الجاي، ان انا ايه يبقى عندي اي مناسبه عيد كده يبقى حاجه الصيف عندي جاهزه. بحب استفيد بالعروض قوي، ولسه هتشوفوا فساتين وحاجات حلوه كتير. يلا بينا نشوف الطقم التاني. اي حد عايز يعرف عناوين الفروع يكتب كلمة تفاصيل وانا هرد عليه في الكومنتات اهو. بصوا ما شاء الله، وكمان ممكن تشتري جيبة. لو عايزة جيبة، جيبة برضو ب 100 جنيه. يعني تشتري قطعة هتاخدي جيبة عليها ب 100 جنيه، يا اما قطعتين وعليهم التالتة هدية. شايفين الفستان ده تحفة؟ الفستان ده ب 750 جنيه، خامته تحفة كتان. وممكن بقى تفتحيه تعمليه زي كارديجان، زي يعني زي ما انت عايزه. عايز تقفليه اقفليه. ودي الوانه، بصوا ما شاء الله الالوان حلوه قوي. شايفين ما شاء الله، ممكن تلبسي تحته برضو بنطلون اسود، حلو جدا. انا سرعت الفيديو عشان تشوفوا كل المنتجات، بحيث ان انتوا ايه يعني ما تزهقوش ان تشوفوا كل اللبس ورا بعض. قولي بقى كده احسن، ولا كنت الاول لما بعرض لكم بهدوء احسن؟ تنسوش اللايك يا جماعه عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. بصوا اهو، ان انت ممكن تلبسي عليه بيزك كده وبنطلون وتفتحيه. بصوا الجيبه دي اللي بقول لكم عليها ب 100 جنيه، الجيبه في العرض تشتري قطعه ومعاها قطعه. اللي بيحبش يلبس بنطلونات يلبس جيبه زي ما كده، هي بتوريكم الوانه تحفه. ممكن تلبسي له بنطلون بني لبني، شوفي انت بقى حابه ايه، في الوان كتير هيعجبك جدا. بنطلونات تحفه عندهم، انا جبت من عندهم البنطلونات بتاعتهم صراحه مريحه جدا اهو. بقستك كده تلبسيه بسرعه سهل قوي. شايفين الطقم الروعه اللي هي لابساه ده؟ حلو جدا ما شاء الله. تربطيه بقى الحزام لورا لقدام زي ما انتي حابه. عندهم كل المقاسات يا جماعه لغايه 150 كيلو ما شاء الله، يعني هم صراحه عندهم لغايه 10 اكس. بصي حابه تلبسي البنطلون نفس اللون، حابه تجيبي بنطلون تاني اهو كده طقم كامل معاكي. الوانه اهي زي ما انتوا شايفين. لما بحب البس الشميزات دي بربط الحزام لورا. بصوا الطقم اللون التاني اهو، وانتي نازله بقى المدرسه لبنتك الصبح او ابنك بتلبسي الحاجات دي، سهله قوي وخفيفه ومريحه، بتلبسيها وتنزلي بسرعه. شايفين اللون الروعه ده؟ حلو قوي. الله على الشياكه، تحفه. تلبسيه بقى انتي اي بنطلون عايز تلبسيه بجيبه اهو، برضو الجيبه موجوده زي ما انتي شفتي كده. شيماء ما بتقولش حاجه يا جماعه، عشان لو حد يعني حابب يقول، هي بتقول لكم بس ان الاسعار كده. انا عشان بس اعرضه هنا لازم اعمل كده، السياسات اتغيرت ويعني تعبنا قوي في ان احنا ننزل فيديوهات وكده، فعشان كده حبيت ان انا او كنت مجبرة ان انا لازم اخفي صوتها يعني. بس هي ما قالتش حاجة غير ان هي بتشرح يعني المنتج ان هو لونه حلو يعني.
الله على شياكتك يا شيماء، جميل حلو جدا. اي حد بيحب الجيبة عندهم البلوزات قصيرة وطويلة وفساتين وكارديجانات، عندهم كل حاجة. انا صراحة بحب اروح بجد فعلا كل المقاسات. اللي عايز اللي هو في اسكندرية في مول الحرية، انا اكتبي كلمة تفاصيل وانا هبعت لك كل العناوين، بس بقول لي يعني اللي هو اللي ساكنين في اسكندرية في مول الحرية اللي هو في سموحة، هتطلعي اول دور هتلاقيه قدامك على طول. اهو البنطلون الابيض وعليه البلوزة، ايا كان حابة تلبسي اي لون. حلو جدا. الله على الزيتي، ايه الشياكه دي، بحب قوي اللون ده. بصوا الجيبه اهي، طبعا ما فيش جيبات ب100 جنيه، يعني هو لولا عرض زي ما قلنا قطعتين وعليهم واحده هديه، يا اما تاخدي بلوزه او اي حاجه عليهم جيبه او بنطلون، قطعه البنطلون او الجيبه ب100 جنيه. بصوا الجمال حلوه قوي. شيك جدا، تحسي ان هو فورمال كده، لو مدرسة او كده شكله شيك. والله احنا هنفضل متهيألي نلبس صيفي لغاية يعني شوية كده، مش هنص يعني مش هنشتي دلوقتي، يعني لو حتى جبنا الايام دي هننزل بيهم عادي. قولولي يا جماعة هي الساعة هتتغير يوم الخميس فعلا؟ سوري يعني خرجتكم عن الموضوع، بس عايزة اعرف هي الساعة هتتغير يوم الخميس زي ما بيقولوا، بننزل الصبح للمدرسة والدنيا النهار لسه بيبتدي، يعني شيك قوي يا شيماء ما شاء الله، حلو جدا. الله اللي بيحب بقى اللبس الواسع، يلا البسي بسرعة وانزلي اجري الصبح، يعني تحفة. ودروس بقى والنادي انتوا عارفين، ف حاجة كده سهلة وسريعة لما ينزل الكوليكشن الشتوي برضو ان شاء الله هنزله لكم هنا. كمان بيتفتح بزراير، بحب ساعات اللي بزراير علشان خاطر في ناس حبايبي يعني ربنا يديهم الصحة بيبقوا كبار في السن شوية، مثلا مش قادرين يرفعوا ايديهم عشان يلبسوا او كده، او تعبانة، فالحاجة اللي بزرار كده بتدخلي ايدك بسرعة. والابيض والبلوزة بصوا الالوان حلوة قوي. انا اختصرت لكم اللايف، يعني ان انا اختصرته جدا اهو. فرع المهندسين هيفتح يوم الاربعاء ان شاء الله. الله على شياكتك، على شياكتك يا شيماء، مش عارفه ايه اللي انا بقوله ده. ايوه شياكتك. حلوة قوي لون البتنجاني ده، بحبه. مش كل الالوان يعني في درجاته، بس بحب اللون ده، او على موف، بس الموف ده بحبه، يعني لون حسه حلو. بصوا بقى الكم اللي هو ايه، يعني اللي دراعه مليان وكده بيرتاح قوي في الستايل ده. في جزء تاني هنزله لكم بعد ده، هتكمل فيه باقي المنتج الملابس اللي عندها. متنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة عشان القناة تكبر بيكم، عشان القناة عندي فيها مشكلة كبيرة والدنيا بايظة معايا، الحمد لله على كل حال. يعني
شجعوني بقى بلايكاتكم كده وربنا ييسر الحال ان شاء الله. الشياكة دي جميل جدا ما شاء الله، حلوة قوي قوي. بصوا اللون التاني منه حلو، بيكويش ده، هي خامته كده. اهو عايز تلبسيه على جيبه اكنك لابسه عبايه قطعتين كده، حلو برضو. اهو بصوا بنجمع لكم الالوان يعني اللي تناسبك، عشان ما تروحيش تحتاري وتدوري على اللون اللي يناسبك ايه. لا اهو كل حاجه تحفة. بصوا حلوة قوي الخامة دي، ستان كده تلبسيها بقى زي ما انتي حابة. بصوا بقى فضفاضة فضفاضة كده ومريحة. سيبكم في رعاية الله ومع السلامة.